يا موطني أنا من شعاع المعرفة المعرفة يا موطني أنا من شعاع المعرفة صرح يعانق نوره أجمل وطن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بنبدأ إن شاء الله درس اليوم مع عنوان التوزيع الإلكتروني. التوزيع ماشي هنوزع، لكن هي الإلكترونات ديت جانب الإلكترونات. نفتكر مع بعض أي نموذج ذرة درسناه قبل كده، أو انتهينا في دراسة نموذج الذرة إلى أن الذرة مكونة من، نقدر نقول مكونات الذرة يقول لك نواة مركزية موجبة للشحنة. النواة دايما موجود فيها البروتون وفيها النيترون، البروتون موجب تأثيره بيظهر، النيترون تأثيره ما بيظهرش لأنه متعادل الشحنة بالنسبة لنا، وعندك في النهاية آدي النواة وكمان عندي إلكترونات. هي الإلكترونات دي عبارة عن جسيمات سالبة الشحنة بتدور حوالين النواة. احنا النهاردة عايزين نوزع الالكترونات دي، هنشوف على اي اساس هيوزعوها، يعني يشيل الالكترونات دي كلها يحطها في مكان واحد ولا يبدأ يوزعها على اساس. نبدأ نشوف بالنسبة لنا، كنا برضه نحط نموذج تخطيطي بالنسبة لك، يقول ادي النواة فيها البروتون وفيها النيترون، دي جسيم وده جسيم، وكانت الالكترونات بتلف حوالين او بتدور حوالين النواة في مستويات الطاقة. مستويات الطاقة انت عارف ان اكبر الذرات حجما فيها 7 مستويات الطاقة من الكي الى الكي. اقلهم طاقة الكي، اكبرهم طاقة كيو، وكنا قلنا الطاقة هنا اقل طاقة ممكنة، وبعدين تزداد كلنا بعدنا عن النواة. النهاردة انت بتتكلم عن هنوسع الالكترونات ازاي؟ يعني حطوا اساس او قواعد التوزيع، كان اولهم مبدأ احنا بنسميه اوف باو للتوزيع الالكتروني. بيقول تملأ المستويات الأقل طاقة أولا، طب هتجيب الأقل طاقة ازاي بعدين أكبر طاقة ازاي بالنسبة لنا؟ فهذا يجيب لي إن أنا ممكن أمشي بنفس الطريقة، أبدأ هنا من 1S و2S 3S 4S 5S 6S 7S وبعدين أبدأ المستوى 2B 3B 4B 5B 6B 7B. ما تقول 1B ما تغلطش بقى، نقول قبل كده إن كانت في علاقة بتقول إن المستوى الرئيسي الأولاني في مستوى فيها نوع واحد، المستوى الرئيسي الثاني في 2 مستوى فيها نوع بس هو البي، المستوى الرئيسي الثالث في 3 مستويات ثانوية. فانت عندك مستوى الرئيسي الاولاني موجود مستوى ثاني واحد هو الاس، ما ينفعش الواحد بي، ما نغلطش الغلطه اللي زي دي. عند المستوى الرابع ببدا 3D 4D 5D 6D. عند المستوى السادس ببدا 4F وبعدين 5F. اقلهم طاقه الاس والاس، ده اول حاجه بنقولها والاس. بعدين نمشي 2S بعدين نمشي 2B بعدين نمشي 3S بعدين نمشي 3B وانت ماشي بنفس الطريقة. بعد 3B 4S بعدين 3D بعدين 4B واحنا ماشيين 5S بعدين 4D وانت ماشي تكمل لغاية 7B. طيب افكرك بحاجة صغيرة كمان، كنا قلنا ان S بتملى 2 الكترون اللي بتتملى ب 6، ال D بتتملى ب 10، ال F تتملى ب 14. طب ليه الاسم تتملى ب 2 الكترون؟ طب ما نحط فيها 3، انت غرمان ايه او خسران ايه؟ ما تحط فيها 3، احط فيها 3 ازاي؟ اذا كانت طاقتها ما تشيلش ال 2 الكترون. ليه ما تشيلش ال 2 الكترون؟ هي يعني شغاله ازاي؟ شغاله على حسب المستويات الفرعيه. بمعنى ان الاس فيها مستوى فرعي واحد موجود فيه واحد اوربيتال، كل اوربيتال يمتلك 2 الكترون زي المبدا اللي كان مولي بيقوله، وقال ان كل 2 الكترون موجودين في مدار فرعي واحد او مستوى فرعي واحد او اوربيتال واحد بشرط ان يكون واحد مع اتجاه عقارب الساعه
والتاني عكس عقارب السعد. طب انا استفدت ايه من هنا؟ استفدت ان ابيها واحد اس اقل طاقه، بعدين اثنين اس بعد منها، بعد الاثنين بي، وانت ماشي بنفس الشكل. لاحظ ان 4 اس لا بتقابل 3 دي. ينفع؟ والله هي القاعده كده. 4 اس لانها اقل في الطاقه من 3 دي. فانا همل ال 4 اس وبعدين اعدي على 3 دي. وبعد 3 دي ارجع مره ثانيه الى 4 دي واكمل بنفس السلسله اللي عندك الى ان تصل الى 7 دي. طبعا هنا عشان ما تخبطش بس لما توصل تقابل الارقام، مره بعد هنا 5 اس همشي بنفس الشكل وارجع بنفس الطريقه بنفس الكلام بنفس الشكل. يعني بعد 5 بي اجهز اس 4 اف وانت بنفس الشكل بنفس الطريقه واكمل لغايه برضه 6 بي انزل 7 اس. خلينا نعملها لك عشان تبقى كامل الصوره بالنسبه لك، ممكن اعملها بنفس الشكل. يعني بعد 5 بي امشي 6 اس واكمل، وبعد 6 بي اكمل 7 اس واكمل بنفس الشكل بنفس الطريقه. طب مفيش حاجه اسهل من كده؟ في الطريقه المعتاده بقى اللي هو يقول لك انا ممكن اقول لها بصيغه ثانيه غير القاعده اللي موجوده اللي زي دي. زي الكلام اللي موجود عندنا في بعض المراجع اللي موجوده او بعض الملخصات اللي موجوده، يقول لك انا ممكن احفظها بطريقه ثانيه. بطريقه ثانيه ازاي؟ كان يقول لي ممكن اقول عليها يقول مثلا اس اس وبعدين بس بس بعدين دبس دبس بعدين فدبس فده ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ والله طريقه من ضمن الطرق اللي ترتاح فيها احفظ بيها. لان في النهايه انت محتاج تعرف مين اقل طاقه ومين اعلى طاقه بالنسبه لك. طب انا اقول مره ثانيه نقول عليها اس اس وبعدين بس بس بعدين دبس دبس وبعدين فدبس وبعدين فده. طب فين الواحد وفين المستويات الرئيسيه بالنسبه لنا؟ المستويات الرئيسيه عندنا تبدا من واحد ب 1S 2S 3S 4S 5S 6 وبعدين بالنسبه لنا 7S. البي اتفقنا تبدا من 2، البي تبدا من 2B وبعدين 3B 4B 5B 6B وبعدين 7B. الدي تبدا من 3 فيبقى عندي هنا الدي عندي 3B 4B 5 دي 6 دي. الاف تبدا من كام؟ الاف تبدا من 4 مستوى الرابع 4 اف 5 اف. بمعنى اول طاقه عندي او اول مستوى اقل طاقه 1 اس اهو هنا 1 اس. بعد ال 1 اس 2 اس ايوه اس. وامشي نفس الشكل لو كنا ماشيين قبل كده 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس وانت ماشي بنفس الشكل بنفس الطريقه. ده برضه من ضمن الحاجات اللي تقدر توصل لك المعلومه مين اقل في الطاقه؟ مين هنتلاقي الاول؟ وخلي بالك من كلمه تمنى المستويات الاقل طاقه اول. بنكتفي بهذا القدر ونرجع مره ثانيه في فيديو ثاني ان شاء الله نشوف هنطبق الكلام ازاي وموزع التوزيع بتكون ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا موطني انا من شعاع المعرفه المعرفه يا موطني انا من شعاع المعرفه صرخ يعانق نوره اجمل وطن.